السلام عليكم. هل في خلاف في حكم التدخين؟ ايش؟ هل في خلاف في حكم التدخين حرام او انه مكروه؟ وهل الخلاف يراعى في الانكار اذا دخل الانسان في المجلس او جاء في بيته دخل في المجلس؟ هل يطرد من المجلس؟ نعم. الدخان اول ما خرج اختلف فيه العلماء كسائر الاشياء الجديده، اختلفوا فيه على اقوال متعدده، لكن في الوقت الحاضر تبين للعلماء من قواعد الشريعة أنه حرام بلا إشكال، حرام بلا إشكال. ولا يقول قائل إنه حرام على من يضره حلال لمن لا يضره، لأن هذا قياس لا يمكن ضبطه. يعني في بعض الأطعمة تحل لشخص وتحرم على آخر. لو قيل لرجل مصاب بالداء السكري لا تأكل التمر ولا الحلوى، صارت التمر والحلوى حراما عليه لأنها تضر ووجب عليه اجتنابها، وهي حلال للآخرين. فالدخان لا يقول قائل إننا نجد أناسا يشربونه ولا يتضررون به، نقول نعم قد يكون في أجسامه مناعة ولكن على المدى الطويل سوف يتضررون به. ولا عبرة بالنادر، العبرة بالغالب، والغالب الآن باتفاق الأطباء واتفاق الأمم التي يقولون إنها حضارية أنه مضر بالفرد والمجتمع. ولهذا كان في أمريكا وهي الدولة المتقدمة يمنعون شرب الدخان في المجامع في الأسواق وفي الطائرات، حتى حدثني بعض إخواننا الذين يذهبون في الطائرات إلى أمريكا أنهم إذا حاذوا الأجواء الأمريكا، وأعني بذلك الولايات المتحدة، إذا حاذوها أعلنوا منع الدخان في الطائرة. نعم؟ أي نعم. فعلى هذا نقول إنه حرام بلا إشكال، والخلاف السابق إنما كان مبنيا على عدم ظهور أسباب التحريم. هذا بالنسبة لحكم، فلا يجوز بيع ولا شراء ولا تأجير الدكاكين لمن يبيعه ولا حمله ولا استيراده ولا شرب. أما من دخل إلى مجلس وأراد أن يشرب فلأهل المجلس أن يمنعوه في القوة لأنهم عدد وهو واحد، ولا يحل له هو أن يشرب أمامه فيؤذيه، فيكون حراما على هذا الداخل من وجهين: الوجه الأول أنه محرم شرعا في كل وقت، والثاني أنه حرام لأذية أهل المجلس، ولهم أن يطردوه عن المجلس بالقوة إلا أن ينتهي إذا قيل له لا تشرب، فهذا يحصل من المقصود. نعم.